أهل سيما
واللي حكم وحكم هو اللي ملك هو واللي حكم وحكم هو الله 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 إذا
صلاتي للمختار صاحب الشفاعة عدد
على العرش والأضياء في كل وادي فراق الفراق يا يا خير من وضعت في القاع أعظمه يا رسول الله يا خير من وضعت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه يا فأنت الشفيع الذي ترجى فأنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يا رسول الله فأنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يا الصراط إذا ما ذلت القدم وصاحبك فلا فلا أنساه ما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم
فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا 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 واسع الكرم.
صلي وسلم ربي وعظم على المعلم أهل الفنون. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد أثيم زادت شجون. عبد أثيم شجوني. أرجو لقياكم روحي فداكم. أرجو لقياكم روحي فداكم. قصدي رضاكم فأتحفوني. هل تقبلوني عيوني؟ هل تقبلوني؟ وأوكل مرفوع.
حبيب الله ندعوك بالصبطين الحسن والحسين ندعوك بالصبطين الحسن والحسين لكشف هذا الغيب يا ملجأ الكون بالخطب بعد جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان أوصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام يعشق محمد كل من يهوى محمد ينبغي ألا ينال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبي وجنته وردتان كالدهان بين سمعي وفؤادي بين سمعي وفؤادي برزخ لا يويان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول كرر أيها المريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله
الله الله الله الله الصلاة الله 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 السلام عليك يا حبيب الله 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 الصلاة والسلام عليك سوا الله الله على اشرب من زمزم شربة توضي للأوان كل صفا منا خذ وصفا وعدا كل صفا منا خذ وصفا وعدا فالحسن لي إلى الخلاق دار في أجل أبغى صغر صهباء أنس منها يا آل صنع عطفا عطفا علينا وباللقاء جود جود بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دقيقتين بس لأنه ذكرني الحج أحمد الله يجزيه الخير ببداية المجلس بحمد الله عز وجل الحمد لله. وطلب منا أنه كلنا نحمد الله احمدوا الله. الله عز وجل جعلنا بهالمجالس هاي ما جعلنا بأماكن أخرى بمثل هيك ليالي.
بعدين بدي أقول أنه أنتم بتعرفوا كم سورة افتتحت بالحمد؟ 5: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. الله عز وجل حمد نفسه بنفسه منذ الأزل فقال الحمد لله رب العالمين. تعرف شو يعني الحمد؟ الحمد يعني مطلق الثناء. وبتعرفوا ليش الله قال الحمد لله وما قال الشكر لله؟ لأنه لو قال الشكر لله، الشكر هو الثناء على من أولاك نعمة. واحد بس لا يعمل معك شيء منيح تشكره، إذا ما عمل معك شيء منيح ما بتشكره. بس ربنا قال الحمد لله مطلق الثناء، بالنعم وبالنقم بتقول الحمد لله، الله أكبر، بالسراء وبالضراء بتقول الحمد لله، على المصائب والبلايا بتقول الحمد لله. الحمد لله. ولذلك ورد الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الله أكبر. فقال الله عز وجل الحمد لله. بعدين لما ربك أمرك بأنك أنت تحمده، ليش ما بتقول أحمد الله؟ بتقول الحمد لله. ليه؟ قال لأن الله عز وجل منذ الأزل علم بأن عبده مهما حمده لن يعطي الحمد حقه، فأمره أن يحيله إليه عز وجل، فقال الحمد لله رب العالمين. يا رب أنا عاجز، يا رب أنا مقصر، يا رب أنا ما بستطيع أني أنا أحمدك كما ينبغي لجلال وجهك، فأنا يا رب أقول على صيغة الإخبار والنقل كما أنت حمدت نفسك، أقول لك يا رب وأردد الحمد لله. بعدين أنت اضطراب واسمع، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم بارك عليه، إن عبدا من عباد الله قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شوف ما أحلاها، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول سيد الخلق محمد فعضلت بالملكين. الملائكة ما عندهم تسعيرتها يا شباب، 10 حسنات، 20، 100، 200، فصعدا إلى السماء وقالا يا ربنا إن عبدا من عبادك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. فيقول الله تعالى وهو أعلم: وماذا قال عبدي؟ فيقولان يا ربنا إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فيقول الله تعالى: دعاها اكتباها كما قالها عبدي حتى يلقاني يوم القيامة فأجزيه بها. لا يعلم معنى الحمد وفضل الحمد وأجر الحمد إلا الله. ولذلك إذا قبضت الملائكة ولد العبد يقول الله عز وجل: يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. قال: قبضتم فلذة كبده؟ خدتوا له روح قلبه؟ فتقول الملائكة: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: وماذا قال عبدي؟ قال: حمدك. قالوا: يا ربنا حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذلك يعني نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك كله. بتريحك. أنتم مضايق، أنتوا معصب، أنتوا زعلان، أنتوا غضبان، أنتوا فقدت عزيز، ما في شيء بريح القلب إلا الحمد. بتقول يا ربنا لك الحمد. نبينا يصلي مرة بالناس فقال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل خلفه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 5 كلمات. بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذاك؟ مين هذا؟ فرفع رجل أصبعه قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت بضعا، البضع من 3 إلى 9، لقد رأيت بضعا 30 ملكا يبتدرونها، أي يتسابقون إلى كتابتها، أيهم يكتبها أول. الملائكة، أنت بتحكي تاريخ كلام والملائكة بدها تتسابق على صحيفتك لتكتب لك مين أول. ولذلك يعني جمعوا العلماء أحرف هذه الكلمات: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، طلعت 37 حرف، كأن كل حرف ملك يكتب لك هذه المقولة: الحمد لله رب العالمين. ولذلك يا جماعة
بدي أقول كمان بس هيك ملاحظة صغيرة كمان. كل يوم نحن بنسمع إن الله وملائكته يصلون على النبي، مظبوط ولا لا؟ لك قليلي آي، لك قليلي الله يصلي على نبيكم محمد جل جلاله، في أحلى منا آي؟ العلماء لما ذكروا بهالآية يا أخوان تعرف شو قالوا؟ مع سامحوني باللغة العربية بدي أقول كلمة، قال الجملة إما اسمية وأما فعلية. الجملة الاسمية بتبدأ بشو؟ اسم، والفعلية تبدأ بفعل. بتقول زيد مذاكر أو زيد ذاكر، هذه الجملة الاسمية بتفيد الدوام على طول، هذا الزلم يذاكر. أما لما بتقول يذاكر أو يذكر زيد، الجملة الفعلية بتفيد التجدد. فالجملة الاسمية تفيد الدوام والفعلية تفيد التجدد. بهالآية ربنا شو قال؟ إن الله بدأت بالاسم جملة اسمية وانتهت الجملة بفعلية، يصلون، الله وملائكته بيصلوا. كأن الله يقول لك أن الصلاة على محمد دائمة متجددة. الله مسلم. بعدين تريك أنت لما بتصلي عن النبي، الله عم يقول لك يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه، شو بتقول؟ لا شو بتقول؟ اللهم صلي. طب الله عم يقول لك أنت صلي، ليش عم تقول اللهم صلي؟ ما الله قال لك أنت صلي. قال الله علم منذ الأزل بأن العباد، كل العباد، مهما صلوا على رسوله لن يعطوا الصلاة حقها، فأمرهم أن يحيلوها إليه. ولذلك أنت لما بتقول، ما بتقول أصلي على رسول الله، أنا ما بقدر، أنا عاجز، مين أنا لصلي على رسول الله؟ بقول اللهم أنت صلي عليه. الله الله يا رب، أنت الأهل أنك تصلي عليه، أنا ما، أنا شو أنا؟ ولذلك يا جماعة قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم ترة. شو يعني ترة؟ ندامة وحسرة يوم القيامة. إلا وكان عليهم ترة يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا، كأنه غير المؤمنين منهم أهل للصلاة على النبي، منهم أهل للتكليف أصلا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واحد بيجي بيقول في صيغة معينة، بتلاقي بالسنة في صيغ كتير للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا العلماء لما كثرت الصيغ تبين أنه المطلوب مش صيغة معينة، المطلوب أنه تصلي على النبي بكل الأصناف وبكل الصيغ. كنا مرة بالشام عند سيدنا الشيخ أحمد الحبال رحمة الله عليه، عاشق الصلاة على النبي، ها الشيخ أحمد الحبال. فأحد الأخوة قال له: يا مولانا أنا صيغة على النبي بقولها هيك. قال له التاني: قال له أنا بقولها هيك. طلع هيك ابتسم فينا، أنه شو هالصغار يعني، يعني بعدين بس هيك عم يطلع فينا ويبتسم. قالوا لك: يا ابني كله حلو، لك كله حلو، كله مقبول. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا ما بين قبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد، مقبولة لك عطول. دخل رسول الله على السيدة عائشة بعد أن أطفئ السراج، بتعرفوها، وأضاعت المخيط الإبري. فلما دخل رسول الله أضاء البيت فوجدت المخيط، قالت: ما أشد نورك يا رسول الله. شو هالنور؟ لك تري شو هالنور؟ نور عظيم أضاء لها البيت. قال: يا عائشة ويل لمن لا يراني. قالت: ومن لا يراك يا رسول الله؟ قال: من سمع باسمي ولم يصلي عليه. لذلك في من العلماء من قالوا أنه كل ما بتسمع الصلاة على النبي بدك تصلي عليه حتما لازما واجبا. ولذلك يعني نبينا عم يطلع على المنبر بيختم فيها، فعم يسمعوا الصحابة بيقول آمين 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 ثلاث درجات. فسألوا الصحابة النبينا عليه الصلاة والسلام عن سبب هذا التأمين، كأنه في دعاء أمن عليه رسول الله. فقال: اعترضني جبريل، فقال لي في الأولى: بعد، الله يبعده، بعد عن رحمة الله، من هو؟ من هو؟ قال: بعد من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا عبر الوالدين، الله يجبر خاطركم. اللي عنده والديه بالبيت أو واحد منهم على قيد الحياة يروح يقبل إيديه وإجريه هلا، ولك هونيك الجنة يعني، انتبهوا. هذا عم يدعي عليه سيدنا جبريل، واللي عم يأمن محمد يعني ما مين مكان، عم يقول آمين. قال والدرجة الثانية، قال: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. إجاك رمضان موسم عظيم وما كان سبب للمغفرة، بعيد عن رحمة الله.
وفي الثالثة قال بعد من سمع باسمك يا محمد ولم يصلي عليك. الله يتقبل منا ومنكم جميعا. الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الحامدين والمصلين على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والشكر لله لله. الحمد لله والشكر لله. الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. سلامي لرسول الله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. هذه المدينة الله فيها نبينا. الله هذه المدينة فيها نبينا. هذه المدينة فيها نبينا. فيها أبو الزهراء يا سيدي خير البرية. فيها أبو الزهراء يا سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أزكى صلاتي سلامي لرسول الله. فز بالممجد الله إن رمت تسعد. فز بالممجد الله إن رمت تسعد. هذا محمد يا سيدي خير البرية. هذا محمد يا سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر إن وصلت المقام وبلغت المرام. إن وصلت المقام وبلغت المرام. ووقفت أمام خير الأنام. ووقفت أمام خير الأنام. بلغ سلامي 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 لسيدنا النبي. الصديق بالدار رفيق. أبو بكر الصديق بالدار رفيق. عمر الخطاب
اللهم صل على حبيبنا النبي. 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 النبي خير الأنام شاف المنام قال الكلام من ردينه يوم مولده يا بركة الله الأحد. يا بركة الله الأحد. أم النبي خير الأنام شافت منام قالت كلام من ردينه يوم مولده يا بركة الله الأحد. يا بركة الله الأحد. احمي وليدي من الحسد من شر حاسد من حسد يا عين حسود. قربي حبا كرامة للنبي. حبا وكرامة للنبي. يا كل أحباب النبي اتجمعوا بيوم النبي. يا كل أحباب النبي اتجمعوا بيوم النبي. مدد 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 مدد. خير الأمام خير الأمام. بسم الخير بسم الخير. قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم. ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام. مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب. صلى الله عليه. وخديجة والبتول. أرنا وجه الرسول. وخديجة والبتول. وبني الزهراء الفحول. ربي عجل بالإجابة. أتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة. فعسى دعوى مجابة. ذكرها يحيي فؤادي فهي ركني وعبادي. حبها في الحشر زادي وبه أرجو المثابة. أتوسل بالحبابة والبتول المصطفى.
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرنا الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. نتوجه بقلوبنا إلى حضرة المولى عز وجل الذي أمرنا بقوله والذي وصف عباده المخلصين بقوله والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أي بروفا أنت على الواقف تذكر الله عز وجل حتى وأنت في ذهابك إلى عملك وأنت تعمل وأنت في كل أوقاتك قياما وقعودا وعلى جنبك تذكر الله أن تجعل حياتك كلها لله. هلأ بروفا بتوقف ونتحرك طربا بذكر الله يلي بينقود علينا يصطفل. نحن نريد أن نرضي الله والله لو أردنا أن نرضي عباد الله لفعلنا كما يقولون ولكن نحن نقصد وجه الله مو هيك؟ قولوا نعم. فالله أمرنا أو وصف عباده يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يعني الذكر بيخليك تتفكر فلذلك أي بروفا عشان تتعود بكل حركاتك تذكر الله عز وجل. فلذلك وجهوا قلوبكم واعلموا أن الله يذكركم يذكركم لأن الله قال فاذكروني أذكركم. إذا أنا وعدتك وعد قلت لك إذا بتجي لعندي زيارة برد لك زيارة بجوز صدقني وما صدقني ولكن إذا الله قال فشو منقول؟ صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. وحاشا وحاشا أن نظن وحاشا أن نظن بأن الله لا يصدق. فهو قال فاذكروني أذكركم أذكركم. شو قال؟ فاذكروني فاذكروني أذكركم. يا عيني عليكم شو كمات الآية؟ شو في آية أخرى؟ ولذكر الله أكبر. شو يعني؟ يعني ذكر الله لك أكبر من ذكرك إلى الله. يعني أنت مين ومين أنا لحتى أذكر الله مقارنة مع ذكر الله لي؟ ومن ذكرني في مجلسين ذكرته في مجلسين خيرين من مجلسه أو في ملأ خير من ملأه في ملأ جبريل وميكائيل والأنبياء. فلذلك وجهوا قلوبكم إلى حضرة المولى عز وجل. وقبل أن نبدأ الذكر نقرأ سورة الفاتحة إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي رحمنا الله به والذي لولاه ما اهتدينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسم الله المفرد الله هو الاسم الجامع لكل الصفات. يعني ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فلله الأسماء الحسنى ولكن اسم الله هو الجامع لكل الأسماء ولكل الصفات جامع للرحيم والرحمن والملك والقدوس والعظيم والجميل وذو الجلال والمعطي والمانع. فهذا هو اسم الله. الله 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 الله
كبلبل الأقفاص لا ترى هبني
دار ولا بنقاص وادخل فيها بصورة الإخلاص يا ذاكر كي تعرف لا إله إلا الله كي تعرف لا إله إلا الله ادخل بالروح جنة الأذكار واخلع عليك رغبة في الباري إياك وأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم